عبرت دوله الامارات العربيه المتحده عن تعزيها الصادقه وتضامنها مع مملكه البحرين في استشهاد واصابه عدد من منتسبي قوه دفاعها ضمن قوات التحالف العربي المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل واشارت وزاره الخارجيه في بيان الى ان الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والاعراف الدوليه مما يتطلب ردا رادعا كما حثت الوزاره المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات وعربت الوزاره عن خالص التعازي والمواساة لمملكه البحرين الشقيقه ولشعبها الشقيق ولهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الاليم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين